التحويل المصغر للمعدة. ناس كتير بتقول ان من كتر ما بتكلم عن التحويل ان هو العملية المثالية لجراحات السمنة، ان انا متحيز قوي للعملية دي عشان انا ليا اضافات دولية وتعديلات على هذه العملية. الحقيقة ده مش رأي لوحدي، ده رأي عالمي ومجال نقاش بنشوفه في كل المؤتمرات والندوات العلمية اللي بيحضرها أكبر الشخصيات والجراحين المتخصصين في هذا المجال. ما يميز عملية التحويل المصغر للمعدة عن التكميم، عن الساسي، عن أي من الطرق الأخرى، إن هو العملية الغير قابلة للرجوع، لأنها مش بتعتمد بس على تصغير حجم المعدة ولا إن المريض يأكل قليل، لا، ده جزء من 10 حاجات بتعملها التحويل المصغر للمعدة. عدم امتصاص نسبة السكريات والنشويات بنسبة 70% لا يحققه إلا التحويل المصغر، وبالذات للشباب والبنات في الكليات المدمنين على الحلويات والشوكولاتات والمياه الغازية. التحويل المصغر هو العملية الوحيدة اللي بيظهر فيها هرمون اسمه GLP-1 من النوع المحفز لنشاط البنكرياس، وفيه هرمونات أخرى بتختفي تماما كانت مثبطة للبنكرياس، وعشان كده هو الحل المثالي لعملية السكر. هو اللي بيرجع أو بيضيع ارتجاع المريء وعصارة المعدة، هو اللي بيعالج قرح المعدة المتكررة. الحقيقة العملية الأولى في العالم بدون تحيز هي عملية التحويل المصغر للمعدة كأفضل جراحات السمنة على مستوى العالم كله.